صراحة اف ام صراحة 88.6 العشرة واربعة وعشرين دقيقة صباحكم فل وياسمين وعنبر ويكاند لفين مازال متواصلة معكم حتى الحداش. الاستضافة متاعنا توا باش تكون مع ضيفتنا أميمة برجب. صباحك فل وياسمين. صباح النور أميمة. اليوم تجينا في إطار مشروع باش تحكينا عليه بعد شوية، لكن خليني نتعرف عليك أكثر. أميمة، أميمة ناشطة في المجتمع المدني في برشا برشا جمعيات، لكن اليوم باش نحكيو بكاسكيت مؤسسة الياسمين. المؤسسة هذه اللي قاعدة تعمل في مشاريع على المستوى المحلي، موجودة في بعض الجهات معناها متاع تونس. والمشروع اللي تجينا عليه أميمة اليوم باش تحكينا عليه هو مشروع One Piece All for Peace. سلام واحد كلنا للسلام. تحسوش حكا شعار كبير شوية؟ هو بيك يحكي حط هدف كبير باش ينجم يحقه بشوية بشوية. دونك خلينا نبدأ استقبال بتعريف الجاسمين. نبدأ بتعريف الجاسمين. دونك الجاسمين هي مؤسسة الياسمين للبحث والتواصل. دونك بخلاف الكاسكيت متاع لي غوشيرش متاع الالابوراسيون متاع لي زارتيكل وحتى ميم الابحاث وكل، دونك عندها ترافاي سور تيران. ترافاي سور تيران هذه يتمثل في المشاريع اللي من خلالها تدعم اكثر وتدفع الشباب مش يكونوا فعلا في المناطق المحليه نتاعهم. دونك المشروع نتاع سلام الواحد كلنا للسلام كان في اطار برنامج مواطنون فاعلون. البرنامج هذا كان بالاشتراك مع البريتش كونسل المركز البريطاني الثقافي. دونك معناتها المواطنين فاعلون كان برنامج مش موجود كان في تونس بركة، موجود في برشا ولايات، موجود في مدنين، موجود في بنزرت، موجود في بن عروس، موجود في برشا ولايات أخرى. دونك واللي ضم أكثر من 30 مشروع. المشاريع هذه كان الهدف منها أنه دفع وصنع قيادات محلية مش شباب أكيد. دونك الهدف نتاعهم انهم يصنعوا التغيير وانهم يخليوا بصمه في المحليه نتاعهم في المنطقه نتاعهم. كي نقولوا محليه نقولوا حومه نتاعنا، الحومه اللي كبرنا وتربينا فيها. وقت اللي نوصلوا للعمر معين معناها سي لو مومون اللي احنا نحدثوا فيها تغيير. معناها ما فماش علاش نقعدوا ديما الحومه نتاعنا فيها حاجات مش عجبتنا، اشكاليات الراو فيها بعينينا، ما نحركوش حتى شيء باش نغيروها. دونك سي لو مومون انه نتحركوا بالحق ونحدثوا التغيير. دونك نبداو ونحكيو شويه في المشروع. وميمه، المشروع نتاعكم هذيا انا قدامي الورقه التعريفيه معناها بالمشروع، هو كما قلنا اسم المشروع سلام واحد كلنا لسلام. الهدف منه هو الحد من ظاهره العنف المواجه ضد المراهقين في المدارس الاعداديه عن طريق التوعيه بالحقوق والواجبات. لو كنت تزيد تفسر لنا اكثر شنو بالضبط الجمله هذيا، شنو وراها؟ دونك المشروع نتاعنا توجد في منطقة المنيهلة في المدرسة الإعدادية رفاه المنيهلة، وضم أكثر من 80 تلميذ حاضرين طيلة 7 جمعات في الورشات نتاعنا. وتلاميذ هذوما هما في حد ذاتهم كي حضروا المرة الأولى العدد نتاعهم يمشي ويزيد، ما في نفس الوقت لابرونتيساج نتاعهم طريقة التعلم والكل قاعدة تزيد. كيفاش؟ عن طريق انهم يحكيوا اكثر على حقوقهم وواجباتهم، يعني يحكيوا شنو عندهم شنو ما عندهم، شو هو كطفل حقه فيش وشنو ينجم يعمل وشنو يلزم يعرف. دونك حقه باش يعيش في بلاصه سليمه، الحق في بيئه امنه، حقه ذاته كيف انه يلقى الحفاظ على هو ككينوته كتلميذ ككائن كانسان كذات بشريه. دونك هذا هو الحقوق والواجبات نتاعو التلميذ. دونك المشروع نتاعنا تعدى برشا مراحل. من الاول تعدينا بمرحله الحقوق، يعرفوا اكثر حقوقهم وواجباتهم، يعني كان مهم في التجربه نتاعنا انه التلميذ نعطيوه المصطلح باش يحكي على الحقوق نتاعو، شنو هو يعرف شنو ما يعرفش. دونك شنو هو ينجم يعمل هذا كيف سواء كان في العائله سواء كان في المجتمع سواء كان حتى في وسط المدرسه نتاعو. وبعد عندنا مراحل اخرى هو كالحاجات اللي تعلم من حقوق واجبات، من هو اش معناتها، شنو تعريفه للعنف، خاطر العنف بصفه عامه يشوفوه سواء كان في الشارع سواء كان في الحومه سواء كان ما بينات الصغار ما بينات بعضهم الاصحاب بينات بعضهم ساعات كالحركه كالبركاجات الكل. دونك كان مجال باش الصغار يحكيوا على تجربهم، وخاصة انه ساعات في بعض المجتمعات المحلية في بعض الأحياء السكنية الشعبية منها خاصة، انه صغير تلمو يعيش في محيط معناها معبي بالعنف يولي ما يراهش هو ما عنف في حد ذاته. معناها هذيك حياته اليومية، هذيك يدخل جزء من الروتين اليومي نتاعو. يعني مجرد الإحساس إنه هذاك راهو عنف مسلط عليه ولا هو في حد ذاته يسلط فيه على غيره ما يحسش بيه.
غايب الاحساس هذاك معناها ربما هذايا اللي يخلي الخدمه نتاعكم كانت اصعب شويه. الحاجه الباهيه هو انه كما قلت انت تسيت المدة الإنسان ساعات يستانس بحاجات سلبية تكون موجودة في الحياة متاعه، وفي نفس الوقت فين تمثل إضافة في أن نجيو نستلطضوا على كل حاجات هذوكم. مش احنا نقولوا راهو هو الخايب، بل بالعكس ندفعوا واحد وواحد وهو باش يعرف يميز بين الخايب والصحيح. لوتيل سيرت ما عادش فما ماش طريقة التعلم وإلا طريقة أنه يعبر أكثر عن نفسه، ليست معناتها عن طريق انه حد اخر يقول هيلو، بل هو يكون واعي شنو هو دوره. فكي يبدا عارف شنو هو دوره وشنو هو يعرف وشنو يعمل تساقطي، بل هو عارف العنف فين بالضبط وعارف يعرفه. ومن المراحل اللي تعدينا بها في المشروع بخلاف انه يعرف العنف وحالات العنف ويعرف يميز ما بيناتهم، في نفس الوقت هو يولي قادر على انه يفكك يخرج شنو هو اسباب كل حاله. من الحاجه اللي تعدينا بها انه هو بيدهم استقر اقترحوا مواضيع والا مواقف تعدوا عليها متاع عنف وحكيوا عليها وحاولوا يفكوا شنو أهم الأسباب وشكون أطراف المتدخلة فيها وكيفاش هو يلقى حال فك الوضعية هذيك. فهذا مهم لهنا ننتقلوا من مربع أنه التلميذ مش كان متقبل لك هاو، بل بالعكس هو الصانع وهو يحاول يولي عنده القدرة التحليلية للوضعية اللي هو يعيشها، معناه كسوسا هو يمارس وإلا يمارس عليه. فهو يحلل ويولي عنده قدرة أنه يخرج منها ويخزر لها هكا من بعيد. دونك ومن الحاجات المهمه كيف اللي اكتشفناها واللي معناتها كانت من قصص نجاح في المشروع نتاعنا، هو انه تعرضنا انه فما تلامذة كانت متعاركه ما بين بعضها في وسط معناتها من قبل ما يجي المشروع. ومن بعد كي يحكيوا مع بعضهم لقاو روحهم اللي ظلم واللي ظالم في نفس لونتوراج قاعدين يتحلموا في حاجه جديده اللي هما تعرضوا لها زوز. برشا وقفوا في وسط الحصة يسلموا على بعضهم وطلبوا سماح من بعضهم وبكيوا وصفقوا عليهم أصحابهم. كل معنيها براءة هك كل براءة الطفولة أي. رغم اللي عمرهم بين 12 و 16 سنة دو تلسخت أنه في سن مراهقة ما زال يكتشف في شخصيته. فمهم أن في مرحلة كيما هذه يتعرف حاجات كيما هكا، فمهم حتى في بناء شخصيته، مهم انه حتى في المستقبل شنو باش يمثلو. حلو برشا. معناها تصور انت معناها طفل بالحق في عمر 12 و13 سنه يقف ويعترف انه غلط، معناها مش الشخص اكبر منه لكن في شخص الشخص نديده في العمر، معناها هذه بالحق ما تلقاهاش كل يوم، هذه حتى ما تعيشهاش كل يوم. احنا مازلنا واصلين في حديثنا على المشروع هذايا، كما قلنا اسم المشروع هو سلام واحد كلنا للسلام. مازلنا مع ضيفتنا أميمة راجين باتشايا. العشرة وستة وثلاثين دقيقة، تحية لكم، مرحبا بكم لسكن. مازلنا مواصلين معكم في برنامجنا ويكاند لفهم، مازلنا مع ضيفتنا أميمة، مرحبا بك مرة أخرى. مازلنا نحكيه على المشروع متاعكم، المشروع هذية سلام واحد كلنا للسلام في إطار مؤسسة الياسمين. أميمة باش نسألك معني سؤال، معني شنية أكثر حاجة أكثر عائق معني اعترضكم في إطار خدمتكم المشروع هذية على أرض الواقع؟ طبيعة الصغار معني هالأطفال هذوما الموجودين في المدارس الأعدادية، الإطار التربوي ربما اللي بشراكم اليوم عنصر محرض، معني أنتم قاعدين تشدوا في الصغيرات تفهموا فيهم في حقوقهم وواجباتهم اللي ربما احنا ما نقولوش معني أما ساعات تنتهك معني في 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 ظل المدارس الأعدادية والمعاهد. شنية أكثر حاجة بريمو حسيتوها اللي هي تقلقكم وتجبد فيكم التالي؟ من العوائق والا من التحديات اللي واجهتنا في البروجي نتاعنا، سكو من الاول ما لقيناش فين باش نخدموا البروجي هذايا، يعني مش عارفين وين نخدموا بالضبط، سواء كان في اطار تربي نحن نعرفوا انه باش نخدموا في مدرسه اعداديه مش مستاهل باش نطرحوا مواضيع كيما هكايا، باش التلميذ يحكي بخلاف انواع العنف اللي موجوده سواء كان في المجتمع بصفه عامه والا حتى في وسط الاطار التربوي، مش مستاهل التلميذ باش يحكي في وسط الاطار التربوي على العنف في وسط الاطار التربوي. فقعدنا من الاول فين باش نخدموا البروجي، وكان هذا بالنسبه لنا تحدي. لكن الحاجة اللي استندتنا في البروجي نتاعنا هو انه الإطار التربوي نتاع مثلا الأعدادية اللي خدمنا فيها كان مساندنا. كان قابل للحكاية. كان قابل للحكاية وكان حتى مشاركين في اننا نخدموا أكثر البروجي. فكان الأستاذ اللي هنا بوجه التحية للأستاذ ناس محمد بوعزيزي اللي هو سندنا واستقبلنا غاديك في المدرسة الأعدادية وفي إطار النادي نتاعو. فخدم معناتها كان حاضر وكان مشارك وكان عنصر أساسي في انه تلمته زاد كيف
يحكيوا على التجربه نتاعهم بكل حريه. في نفس الوقت التلميذ كيشوف كيشوف استاذه اللي يدفع فيه باش يحكي اكثر باش يعبر على اللي عنده. هذه كانت حاجه مزيانه. صحيح مش الاساتذه الكل متعاونين وهذا كيف يخلينا واحد يبدا يرد باله هو يمشي كيفاش يخدم كيفاش كذا، لكن في نفس الوقت لقينا هذا كيف دعم الاطار التربوي نتاع المدرسه الاعداديه اللي خدمنا فيها. كيف كان عام الوقت كان شويه ضغط، لكن حاولنا نقسمه ونحاول نسقوا الماكسيموم الجيستيون دي ريسورس نتاعنا، خاطر عرفنا بلي البروجي نتاعنا كان في اخر السنه الدراسيه. لكن في نفس الوقت خلينا انه ندرسوا اكثر كيفاش باش ينجم يكون العام الجاي على طيلة عام كامل ان شاء الله. اذا كان نجم مازال مش يتواصل معني هالبروجي، احنا قاعدين نحاولوا انه البروجي يتواصل في نفس الاعداديه، والا باش تحاولوا تكبروا الفريق. احنا ماذا بينا لو كان نلقاو معناتها مؤسسه تربويه اخرى ترحب بالفكرة احنا مستعدين، رغم اللي جينا احنا في وسط البروجي جاونا برشا اساتذة برشا تلامذة حتى من مدارس اخرين يحبوا البروجي هذا يتواصل. فماذا بينا لو كان حتى كيف وزارة التربية وحتى كيف المؤسسات التربوية الاخرى والاساتذة والاطر التربوية انهم معناتها ياخذوا بعين الاعتبار ويشوفوا التجربة اللي صارت هذه، فنجموا خاطر البروجي اللي خدمناه ببيدجي صغيرة كل 2 ملايين مش برشا. فاللي حابين نقولوا انه شوف شنو نجمنا نخدموا بزوز ملايين، في نفس الوقت نجموا نعملوا حاجات ما اكبر برشا. اذا كان بزوز ملايين نجمنا ناثروا في 80 تلميذ و80 تلميذ تلقاو معناتها حصص وهذوما وحاولوا يخرجوها في حاجه اخرى. نحكيو على الحصص اميمه، شنو طبيعه الورشات اللي قمتوا بها مع تلامذه، معناها اللي وظفتوها معناها في اطار العنوان هذايا والهدف هذايا؟ تعدينا مجموعه حصص مختلفه. من الاول كانت حصص نوعا ما نظريه، يعني بخلاف انه يعرف حقوق الواجبات يعرف شنو هو تعريف العنف ويحاول انه يعرفه، واكيد كان فيها برشا تعب لانه الصغير في العمر هذيك ما يقبلش انه يقعد ويسمعك. كانت بطريقه تشاركيه. ومن بعد الحصص الثلاثه الاولى تعدينا الحصص اربع اخرين اللي كانت فيهم ورشات فنيه، يعني اللي تعلموا هذاك كل النظر يحاولوا يطبقوا بطريقه ارتستيك. شو معناتها؟ معناتها تقسموا من بعد الورشات ورشات مع تجميع يخدموا بانتور وغرافيتي، ومجموعه اخرى يخدموا مسرح، ومجموعه اخرى يعملوا ميوزيك ودانس. دونك اللي تعلموا الكل على حقوق الواجبات والعنف وانواع الكل حاولوا يلخصوه بطريقه فنيه، خرجوا في طريقه فنيه وقدموا بها. تصور انت في حفل الاختتام اللي يعملوا، دونك في حفل الاختتام كان 80 تلميذ في الساحه نتاع المدرسه يعملوا في فلاش موب مخلطه مع بعضهم كلهم في نفس الوقت كسانكرونيزاسيون وكلامونيزاسيون اللي كانوا فيها. كانت تجربه فريمون واحد ما ينجم كان يقول شوف شنو واحد ينجم يعمل بالمينيموم. فنقولوا لك وهذا اللي حكينا معني على حديث انه اليوم بالحق راهو قادرين اننا نغيروا، قادرين اننا نفعلوا، معني سورتو كشباب موجود مش لازم انا نخرج نلوج على بلاصه بعيده عليا، والا وين نجم ننشط وين نجم نتحرك، في حين اللي انا قادر نتحرك في حومتي في المؤسسه التربويه اللي انا قريت فيها وكبرت فيها نجم نرجع لها ونغير فيها. وهذه تجربتك أميمة، يعني نرى في عينيها هكا تلمع المؤسسة اللي قرأت فيها رجعت لها أميمة وأثرت فيها وأحدثت التغيير على عينين الأساتذة اللي قرأوك، وهذه حاجة فريمون ما تخلينا كان نفخروا اليوم. دونك الشباب راهو اليوم قادر، وهذا المساج الأخير اللي نحب نسمعه منكم. الشباب قادر وقت اللي هو يمن اللي هو ينجم يعمل. وقت اللي الشباب يعرف هو شنو يحب يعمل، هو وين يحب يوصل. دونك هذه اهم حاجه، كي واحد يقول انا تويكا وين وشنو اللي فين نحب نوصل ويحط الخطوات اللي يحب يعملهم باش ينجم يوصل. دونك كي يكون عنده تخطيط واضح، كي يكون عنده اون بون جاستيون تاع لي ريسورس نتاعو، كي يكون عنده بلانيفيكاسيون منظمه واضحه ومعناتها وحاجه بيان تراسي لو تسيرت، من بعد ينجم بشويه بشويه يلقى روحه يوصل للاهداف نتاعو. صحيح في وسط اثنين يدبت شويه معناتها يحاول ينسق حسب هو شنو عنده، لكن مادام هو مؤمن بالحاجه اللي يعمل فيها أكيد. مهما كانت التحديات باش يوصل لها. اكيد اهم حاجه فما 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 حكمه تقول ما نلعنوش الظلام اللي موجود، لكن لازمنا احنا نكونوا الشمعه اللي تنير درب الاخرين. دونك وفي نفس الوقت التغيير يبدا حتى من ركنك الصغير، يبدا بحذانا. ساعات نقولوا احنا نحبوا نغيروا العالم، الوغ كل واحد ينجم معناتها يبدا ماكل حومه صغيره نتاعه. وشوف قداش من واحد ينجم كي يكون الفكره واضحه، تكون الفكره ملهمه وتكون الفكره قابله للتطبيق.
دونك العباد اوتوماتيكمون تقتنع بالفكره، معناتها الفكره تولي تعمل تسويق لروحها وحدها وحدها، ما يستحقش انه باش يحكي برشا. دونك مادام الفكره باهيه الامباكت يكون باهي مع التنظيم باهي مع تخطيط ممتاز. دونك الواحد يخرجوا برودوي مزيان برشا. يخرجوا برودوي مزيان برشا. يعطيك الصحة أميمة برجب على حضورك معنا اليوم وعلى حديثك في المشروع هذايا سلام من واحد كلنا لسلام وان بيس اول فور بيس. إن شاء الله نراو المشروع هذايا في أكثر من مؤسسة تربوية، إن شاء الله نلقاو أكثر عدد من الشباب اللي يتبنى الفكرة نتاعكم وعلاش لا معناها تنتشر ونراو معناها البرودوي في هاك الصغيرات معناها نراو الفعل الإيجابي نتاعهم على المستوى المحلي نتاعهم وفي علاقة هم بعائلتهم والمؤسسة التربوية متاعهم. كلمة الختام في 30 ثانية. كلمة الختام هو أنه كي نعطيه مجال الصغير باش يعبر على رأيه، الصغير وحده وحده مهما كان عمره بالعكس هو عبارة على خاطر كل إنسان فينا عبارة على ديامونت جوستك مغطية شوية. شنو يلزم نعمل جولك ديامونت هذيك نحكوها شوية باش هي ترجع تلمع كما يلزم. دونك كل واحد فينا مهما كانت التحديات مهما كانت السلبيات مهما كانت العوائق اللي باش تواجهه كي جست يعطيك شعاع الامل غيره. احنا بالبروجي هذا حابين نقولوا شوف شنو بحاجه بسيطه شنو نجمنا نعملوا. فاكيد كل حد غينا ينجم كي يحط اهداف واضحه يولي نجم يتطبق الفكره هذه اكثر في اكثر من بلاصه. وهنا نوجه دعوه للاطر التربويه ووزاره التربيه وجميع الاساتذه ففي ديهم هما معناتها التويك المشعل هذا كيف كيف انه واحد يعاود يغزر للبرامج التربويه اللي موجوده وندفعوا اكثر انه باش تصير انتراكتيف اكثر ويكون التلميذ عنده دوره فيها مش كان فقط مستقبل. هذا اللي حابة تقوله أميمة واللي أنا حبيت نقوله من خلال الاستضافة متاع أميمة اليوم إنه أميمة شابة من الشابات الموجودة في أحد الأحياء الشعبية عمر صغير، معناها مجموعة من الشباب. أميمة واحدة من 8 أو 9 أفراد موجودين في الحي متاعهم عملوا التغيير في مجموعة كبيرة من الشباب. أميمة ما عادش نعطيك وقت سيبون كل مرة تقولي شوية كم ما عادش عندنا وقت أميمة. دونك كما قلت أميمة واحدة من جروب كبيرة موجودة على برشا ولايات في إطار المشروع هذه متاع مؤسسة الياسمين، تحية كبيرة اليوم وين ما كان وين ما كانت المشاريع متاعهم قاعدة تفعل. أميمة عندك حاجة باش تقولها؟ ريت أنا مكبر قلبي فيها أميمة. حبيت نوجه تحية لكل اللي شاركوا في البرنامج في المشروع متاعنا سلام واحد كنا لسلام، وذلك كيف تحية لكل أصدقائنا في كل المناطق اللي خدموا في مختلف الولايات خاطر برشا ولايات خدموا. دونك نوجه لهم تحية وكل لهم أنتم كنتوا الخطوة الأولى فأكيد خليتوا بصمتكم. إن شاء الله ان شاء الله برشا ينجزوا على منوالكم. دونك برافو ميما، برافو للناس الكل اللي تخدم في اطار المشروع هذه. تحياتنا لكم، احنا مازلنا مواصلين معكم في ويكاند لفيم، راجعين بعد شويه. صراحه اف ام 88.6.